أنت تستمع إلى ميكس أف أم. التالي غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. مساكم الله بالخير مستمعينا مرة أخرى في برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وشامبو كلير للرجال. أرحب فيكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة, ونذكركم بأرقام التواصل اللي حاب أن يتواصل معنا على STC 8-348 موبايلي 630-590 زين 73-22-22. كثير من الأخبار اليوم, منها التعاقدات ومنها البيانات الإعلامية الصحفية وتشديد الثقة في المدربين وقصة لاعب مع نادي خليجي, كل هذا في برنامج غرفة 11 اليوم. أصدرت إدارة النادي الأهلي بيانا جددت فيها ثقتها بمدرب الفريق الأول بيريرا ردا على الشائعات التي كثرت حول علاقته بالنادي مؤخرا, كما أكدت نيتها جلب محترف أجنبي في مركز صناعة اللعب مع مناشدتها لجماهير النادي بالوقوف والمساندة وعدم الالتفات للشائعات التي تطال النادي مؤخرا. وكان في فحوى البيان بناء على ما دار من اجتماعات ونقاشات خلال الأيام الماضية بشأن وضع فريق كرة القدم الأول والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تذبذب مستوى الفريق وتواضع نتائجه خلال هذا الموسم, والتي نتج عنها فقدان المنافسة على بطولة الدوري والخروج من بطولة كأس ولي العهد, رغم كل ما وفر للفريق من عوامل ومقومات النجاح قبل بداية الموسم تؤهله للمنافسة على كافة البطولات المحلية, إلا أن النتائج جاءت على عكس ما كنا نتوقعه. وبالنظر إلى مصلحة الفريق واستقراره وفي إطار الحرص على عودته إلى وضعه الطبيعي, فقد قررت إدارة النادي الأهلي تأكيد تجديد الثقة في مدرب الفريق السيد فيريرا ومساعديه مع العمل على التعاقد مع لاعب وسط أجنبي في مركز صناعة اللعب. وتأمل إدارة النادي من جمهور الأهلي العزيز الوقوف مع النادي خلال هذه الفترة ودعم الفريق للمساهمة في الخروج من الضغوطات التي واجهها النادي إدارة ولاعبين وأجهزة إدارية وفنية, مؤكدة في الوقت نفسه أن الجمهور الأهلي مواقفهم التاريخية المشرفة مع ناديهم. وأخيرا, فإن النادي الأهلي يأسف لما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مقالات بعض كتاب الأعمدة الرياضية الذين جعلوا النادي الأهلي مادتهم المفضلة خلال الأيام الماضية, مستغلين في ذلك وضع الفريق لتحقيق أهدافهم في زرع المشاكل وبث الشائعات داخل النادي بهدف ضرب العلاقة بين النادي وجماهيره التي تثق إدارة النادي في وعيهم وقراءتهم للمشهد الإعلامي من حولهم. هذا كان البيان الأهلاوي, راح نتكلم عنه بالتفصيل وكثير من الأخبار الأخرى. ينضم لي الآن الزميل والكاتب الصحفي في صحيفة الشرق الزميل محمد آل سلطان. حياك الله يا محمد. حياك الله أخوي ثامر وتحية لك وتحية المستمعين. محمد, رايك في بيان النادي الأهلي؟ يعني أنا بصراحة أوافق في بعضه وأرفض بعضه, يعني مثلا الوقوف مع المدرب الوقوف مع الفريق, لكن في بعض يعني في أكثر من استوديو في أكثر من برامج في الصحافة في بعض الأحيان أن اللعب على وتر مغادرة المدرب غادر أنه عقد المدرب, يعني خلاص يعني لازم حنا في كل دور لازم أنديتنا مدرب جديد. طيب جميل, أول شيء الفحوى البيان وما دار من خلال من إدارة الأهلي, جماهير, شماعة, أندية, إعلام, الكل يحارب نادي الأهلي, الكل يحارب نادي الأهلي. أنا لا أؤيد فكرة البيان من الأساس, عليك أن تعمل
ومن خلال النتائج أنت ممكن أن تتحدث عن فريقك وعن جدد الثقة. الإعلان عن تجديد الثقة أمر جيد، لكن إعلان عن وجود إعلام يستغل الأهلي وجماهير واعية وأخرى تتربص بالنادي ومصير النادي، يعني مجرد يعني تمويه اعتدنا من إدارة الأندية السعودية كافة لأزمة البيانات المتلاحقة. هذا دليل البيان تواجده مرتبط بضعف أي نادي. فأنا لا أوافق فكرة البيان محمد بس في حد ذاته. لحظة أخي تامر، أنا لا أوافق فكرة البيان بحد ذاته. المحتوى فيه يعني تجديد الثقة، أنا مع تجديد الثقة. طيب واضحة واضحة الصورة محمد، عشان بس نكرر سؤال الآن بالنسبة للنادي الأهلي، مطالب كثير من وسائل الإعلام أنه لازم الرد، يعني نشوف فيكتور يتكلم ويكسب تعاطف الجماهير في تويتر، ونشوفه صار يطلع على كثير من البرامج ويتكلم عن إدارة النادي وتعامل النادي وتهديد بفضح إدارة النادي إذا لم يتعامل معه، مطالبة الأمير خالد بن عبد الله واللعب على وتر الجمهور، وهذا شيء طبيعي. أنا أتفهم بيان إدارة النادي الأهلي فيما يخص الجماهير والحديث عن الجماهير هنا أن كان في ضغط وفي بعض العبارات اللي تطلع من فكتور وغيره من اللاعبين بشكل غير لائق، فكان ضروري الحل جلب مهاجم ينسى الجماهير الأهلاوية فكتور بهذه الحالة. بس هذه تحتاج وقت، تحتاج تخلص على فكتور من يمكن منتصف الدور الأول، هو المشكلة الآن. والتعامل الذي يعني بدأ يتبادر لأذهان الجماهير ومصداقيته بأنه فكتور بالفعل تعرض لجفاء من إدارة الأهلي، هو اللي يعني نتائجيا الجماهير مع فكتور، تعامل سيء أيضا انحازت لفكتور. الحل الوحيد جلب مهاجم جيد ينسي الجماهير الأهلاوية فكتور وما يقول فكتور. مجرد إصدار بيان ويجب الوقوف والنسيان وفكتور ولازم ونبرر لإدارة الأهلي إصدارها بيان مو حل. الحل جلب مهاجم ينسي الجماهير الأهلاوية فكتور. العيش على فكتور أيام فكتور وماضي فكتور، كانت أيام كانت كلها انتصارات وصيف آسيا ينافس على آسيا. الآن الأهلي ترتيبه متأخر في الدوري، نتائج متراجعة، يخسر من فرق أقل مستوى، يعاني مع أندية من دوري ذكاية يعاني معه بالكاد يفوز ويصل لأشواط إضافية. التعلق بأيام فكتور وما يقول فكتور أعتقد أمر طبيعي جدا في ظل تراجع المستويات وعدم وجود مهاجم، بس مو هو السبب ينهي المباريات. أنا أشوف أنه سبب، أنا مع الجماهير. لا أتكلم أنه سبب، أنه مثلا استغناء عن فكتور وجود الأهلي في هذا المركز وبهذا المستوى، هدم نجوم الفريق وبقاء بيريرا هو النجم وحيازته للكابتنية وتصفية النجوم في الأهلي ويبقى فيكتور ويبقى بيريرا وحيدا، سياسة صمدت عليها إدارة الأهلي كان المفروض من بداية الموسم. الكابتنية موجودة معه من البرتغال محمد، يعني من البرتغال، لكن تقليد غير موجود في السعودية. لا بس أنا أقولك محمد لا مو تصفية النجوم محمد، دائما الحديث تصفية النجوم. لا محمد معليش، سؤال انباع عن مغادره هوسام هوساوي. طيب هذا ولا نجم. طيب ممتاز، خلينا ناخذها واحده. طيب نبدا بعماد الحوسني ونكمل المشوار. ايوه نكمل المشوار، بدايه من الاستغناء، هو كان في فتره الصيف وان عماد ما جدد مع النادي الاهلي. ممتاز، يعني خلينا نتكلم على النجوم اللي كانوا يعني يصنعون الفرق. اول شيء عماد الحوسني، يعني خلينا نكمل وبعدين قول لي انت شو رايك فيهم. عماد الحوسني كان كلنا نتكلم حتى برنامجنا يا محمد، كنا نتكلم ونقول من الموسم الماضي أن عماد الحسن يتلاعب بإدارة النادي الأهلي وبجماهير النادي الأهلي، يقدم مستويات جدا باهتة طوال الموسم، يجي قبل نهاية العقد بمباريتين ثلاثة أو بشهر يقدم مستويات ويحاول أنه هو يكسب تعاطف الجمهور عشان يجدد معه، وصارت لموسم موسمين وثلاثة. عموما هذا الأول. الثاني عندك الفكتور. فكتور من قبل كأس الملك الموسم الماضي وهو أنا بلعب اليوم، لا ما راح ألعب، بسوي عملية، لا ما راح أسوي عملية، لا بسويها بجدة، لا بسويها بالبرازيل، لا بسويها لحسابي، لا لحساب النادي، أرجع أدخل التمارين، لا عندي شد، لا والله ركبتي، لا اليوم ما لي نفس أدخل. يعني هذه الثانية. برونو سيزار أيضا اللاعب متعالي، وكان كثير من الناس كانوا ينادون يقولون لاعب متعالي، لدرجة أن اللاعب حتى من قبل يستغنى عن النادي الأهلي خرج بتصريحات ويقول أنهم يحمدون ربهم أنهم تعاقدوا معي. فمن اللاعب اللي كانت أخلاقياته والتزامه داخل الملعب بشكل مميز واستغنى عنه بريرا عشان نقدر حنا نلومه؟ إذن المدرب هو من تسبب في تمرد اللاعبين. مدرب لا يستطيع، لا يتمكن من ترويض اللاعب
وكسب اللاعب لصفي والاستفادة منه على الأقل وقتيا بتحسين النتائج الفريق في الدوري، لأن المتضرر الوحيد هو النادي ونتائج النادي. ممكن تتحمل العبث الذي يقوم به فيكتور على صعيد الانضباطية في النادي في سبيل أنك تحقق نتائج. الآن بيريرا هو من يعبث بالنادي. طيب محمد، فيكتور كان يعبث بانضباطية بعض التمرينات، لكن بيريرا الآن أصبح بقدرة قادر هو من يعبث بنتائج. ليش يعبث؟ يعبث لأنه لم يتمكن. لازم نصبر، لازم يكون المدرب ضعيف شخصية ويصبر على اللاعبين. يعني انت تقول قبل شوي انه ما قدر انه هو يحتوي الموقف. على مستوى العالم اذا ما استطعت تحتوي اللاعب بالامكان تضع الجوله العاشره. انا اتكلم يا محمد تضع دكه البدلاء، استعانه في بعض مباريات فروقات العصيبه، انهى المباراه انهى، او تضعه كحال بقيه المدربين في وقت حرج يظهر امام الجمهور بانه ضعيف، يعني تحرج النجم امام جماهيره. انت تتكلم على لاعب محترف اجنبي يا محمد. انا مجرد مداراة. لا ما في مداراة. لا كيف مداراة؟ انت بتقعد تكتسب اللاعب طوال فترة الانتقال، ما تبين لك طوال فترة الانتقالات الصيفية انه اللاعب غير منضبط وما استغنيت عليه في تلك الفترة. اذا انت مدرب لا تستطيع ان تميز لاعبيك، تحمل اللاعب المدرب اللاعب محمد. لا محمد معليش، المدرب يعني المدرب جديد جاء في الصيف او جاء على بدايه الموسم على بدايه الاستعداد، وكانت عنده القائمه وكان جديد على النادي الاهلي. انت قاعد تطالب المدرب ومحاسبه لاعب لا يعرفه؟ انا قاعد اكلمك الان يا محمد معليش. لا محمد، لا مو حاسب لاعب، بس من تمرين يبان اللاعب. اللاعب ما كان موجود، منضبط او غير منضبط. اللاعب غير موجود، هذه مشكله اداره الاهلي. اذا ابقت على اللاعب بس انا وصلت الان للمرحله اللي ودي اوصلها معك محمد. انا اقول لك ان المدرب الان وصل واللاعب ما كان موجود، وحنا دائما كنا نتكلم ونقول انه المدرب اي. طيب يا اخي ما اختلفنا، بنقعد احنا على نجوميه طلال المشعل اللي بدع فيها في عام 2000 مع المنتخب السعودي، جلس سنه 2010. اصبر على 12 جوله. كيف متمرن؟ اصبر على فيكتور 12 جوله، لاعب متمرن. صبر عليه 10 جولات. لا مستحيل نصبر على 10 جولات. 10 اللاعب اصبر على تمرده، انا ما اصبر على. لا محمد معليش امشي معي، محمد معليش امشي معي. المدرب وصل واللاعب ما كان موجود لأن اللاعب طلب من إدارة النادي المغادرة، مع أنه أصيب قبل نهاية الموسم الماضي، وتأخر في العلاج وتأخر في إجراء العملية. وبعدين معليش محمد، بس عشان أوصل لك الصورة هذه معليش. أنا واضح إيه. لا في الأخير أنا مع تمرد، أنا منحاز إلى تمرد النجوم. كيف منحاز إلى تمرد النجوم؟ أنا منحاز إلى تمرد يوسف ثنيان فترة من فترات، منحاز إلى تمرد سامي الجابر في فترة من فترات، منحاز إلى تمرد رونالدينو، منحاز إلى تمرد أي نجم في العالم. إيه بس أنت قاعد تتكلم عن اللاعبين السعوديين يا محمد. حتى ولو كان محترف. لا محترف الأجل، أنت بتخسر مقعد. ما بخسر مقعد إذا كان لاعب يحقق النتائج، بيجز على مباريات وبخسر 3 نقاط، أنا بتحمل. طيب حلو ممتاز، تتحمل التمرد. وأنت قاعد تتكلم على لاعبين رموز في أنديتهم، وعموما يعني حتى لو اللاعب تمرد ورجع في مباراة ومباراة حاسمة ممكن نصنع الفرق. أنا أتكلم عن فيكتور الآن، فيكتور لاعب أجنبي. سؤالي لك يا محمد، إذا المدرب صبر على تمرد اللاعب وأغلقت فترة انتقالات الحالية ولم يقدم واستمر اللاعب في تمرده ولم ينتج داخل الملعب، من الذي سيلام؟ أنا سأصبر على تمرده لين فترة انتقالات الشتوية. بحلول فترة انتقالات الشتوية هنا تبدأ عملية التصفية. لكن التصفية المبكرة وتصفية جولة العاشرة مبكرة. أنا فيكتور ما شاهدته أصلا من جولات كثيرة، فيكتور غائب، ما هو موجود. اللاعب لأنه رفض أنه هو يسوي عملية في جدة وطلب أنه هو يسويها برا ورجع متأخر، والمدرب كان يصبر على اللاعب، وحتى يوم رجع من العلاج ورجع للنادي ودخل التمارين لم يتمالك الصحفي أسئلة الصحفيين السعوديين في المؤتمر. المدرب متعالي على الكرة السعودية بيريرا لا يرى أن هناك رياضة سعودية يستحق أن يعمل بها. ليش اذا كان اذا كان في مدرب لا يقبل؟ لا معليش محمد، اذا كان المدرب لا يقبل في بعض اسئله الصحفيين، المدرب مش محترف. لا انا اقول لك اذا كان مع الاعلاميين مش طب محترف. حتى سامي الجابر قال له مغرور. لا سامي من اول ما بدايه الموسم وهو قال انه مغرور. شيك يعني لحظة. لحظه محمد، نفس الموقف اللي كان
مع بيريرا كان مع سامي الجابر في رفض الإجابة على بعض الأسئلة. هل من نقول سامي مغرور؟ سامي ما انفعل. شوف مغرور متعالي هذا موضوع ثاني خاضع للميول. الحين صارت خاضعة. طب لا 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 بيريرا ما كان يقبل أصلا أسئلة الصحفيين. يعني وجيه وصراخ وفي كل مؤتمرات. طب نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية في برنامج غرفة 11. غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. تداولت وسائل الإعلام اليوم عن طلب إدارة نادي الجزيرة الإماراتي عبر خطاب رسمي لاعب نادي النصر محمد السهلاوي وفتح مفاوضات مع اللاعب بشأن انتقاله للعب في الخليج ضمن صفوف فريق الجزيرة. بدورنا في برنامج غرفة 11 تواصلنا مع إدارة نادي الجزيرة وتحديدا أحد المسؤولين في أعضاء مجلس الإدارة اللي أكد لنا في برنامج غرفة 11 أن بالفعل اللاعب تم عرضه على إدارة الجزيرة الإماراتي عن طريق أحد الشخصيات المقربة من أعضاء مجلس الإدارة. وقال المسؤول أن محمد السهلاوي ما يبي النصر ووكيله يبي يسوق له في الإمارات. يعني هذه كانت يعني التأكيد من المسؤول الإماراتي وتحديدا في نادي الجزيرة أنه يقول أن اللاعب ما يرغب بنادي النصر. وقال أنه لدينا محترف كوري في خط الوسط ونبحث عن خيارات آسيوية. وقال ما عندنا الجدية ولا الرغبة القوية في اللاعب. أرسلنا خطاب لنادي النصر نستفسر بشكل رسمي إذا كان فعلا لديهم رغبة في استمرار اللاعب وإذا عندهم مانع في الدخول في مفاوضات رسمية معهم. كان في الرد رسميا من إدارة نادي النصر بعدم نيتها في التخلي عن محمد السهلاوي أو حتى الدخول في مفاوضات مع الجزيرة الإماراتي وتم إغلاق الموضوع نهائيا. والعدم التأويل يعني الرجل طبعا مسؤول في الجزيرة الإماراتي هو قال أن في شخص قريب جدا من أعضاء مجلس الإدارة قال أن السهلاوي لا يرغب في نادي النصر. يعني هذه مقولة نقلت عنه يعني مو بالسهلاوي هو اللي قالها عشان لا أحد يقول لي بعدين السهلاوي هو اللي قال أنه ما يبي النصر. لا شخص من المقربين وهذا الحديث شخص مسؤول ما حب انه يقول اسمه داخل نادي الجزيرة الإماراتي. نرجع مرة ثانية للزميل محمد السلطان الصحفي في صحيفة الشرق. محمد قبل لا اروح لموضوع محمد السهلاوي اذا حاب انك انت تضيف شيء على موضوع المدرب الاهلي بيريرا. انا بضيف على موضوع اللي هي مقارنه بين سامي وبيريرا. ما في اي مجال للمقارنه من ناحيه مش السي في سامي اكيد اول سنه تدريبيه بشكل رسمي, لكن من ناحيه الانفعال او التعالي او عدم التحمل او الغرور او 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 بيريرا صراحه كان متعالي جدا وما في مجال للمقارنه من ناحيه موضوع التعالي وما التعالي. ومن ناحيه النتائج ايضا لا توجد مقارنه لان تصب صالح مدرب بس مقارنه ظالمه يا محمد. أنا أقول نتائجيا لا أي مقارنة ظالمة لأن سامي الجابر كلاعب وكإداري والآن كمدرب عارف بواطن الأمور سواء داخل نادي الهلال أو حتى في الدوري السعودي. الرجل هذا لأول مرة يخرج إلى الشرق الأوسط فالأكيد أن الفارق النتائج لازم يكون موجود. هذا أولا. ثانيا بعض الصحفيين محمد وانت عارف إذا سامي الجابر رفض, وأنا ما يعني أن أنا مثلا معارض سامي الجابر, أنا مع سامي الجابر, بس كان في كثير من الناس كانوا يقولون أنا لا يعني سامي الجابر في رفضه على أسئلة الصحفيين كان في غرور وتعالي عليهم, فكلها يعني ندخل في جدال في هذا الموضوع. بعض الأسئلة مفروض تجاهلها أفضل يعني ظهرت بعض الأسئلة سامي وهذه وجهة نظر بيريرا في بعض الأسئلة. أعتقد ستجاهل بيريرا ما كان يتقبل أي سؤال أصلا من الصحفيين السعوديين. طيب. صحفي سعودي ليس إلا. طيب محمد نروح لموضوع السهلاوي قراءتك الموضوع. بالنسبة لي أنا أشوف أن محمد السهلاوي وكيل أعمال محمد السهلاوي يعني من أبسط حقوق التسويق اللاعب خليجيا بحث عن عرض أفضل
أو رفع من قيمة عقد محمد الشراوي مع إدارة النصر. الأمر مقبول، لكن ممكن طريقة توصيل العرض أنه لا يرغب في النصر ومحاولة تصعيد الموضوع أكثر وإثارته أكثر، لعل النادي الجزيرة الإماراتي أو أي نادي آخر يبدأ في مفاوض محمد الشراوي. لكن أتوقع الشهلاوي للنصر، والنصر راضي وقابل في الشهلاوي. يعني النصراوي ما في أصلا مهاجمين سعوديين على مستوى عالي، ومستحيل النصر راح يصرف محمد الشهلاوي، خاصة بعد النتائج الجيدة اللي حققها محمد الشهلاوي، الأهداف اللي حققها محمد الشهلاوي مع فريق النصر. فالأمر محسوم، لكن هي محاولة لرفع قيمة العقد لا أكثر ولا أقل. ما لا يوجد نادي سعودي أصلا من الممكن ويرحل له محمد الشهلاوي. النصر الآن متصدر وينافس على الدوري، الأهلي يعاني، النصر الاتحاد مفلس ماليا. فأعتقد بقاء الشهلاوي في النصر أقرب، لكن هي محاولة لرفع يعني 3 مليون زيد فوق العقد، 2 مليون أمر جيد فوق العقد المتوقع لمحمد الشهلاوي. ما أدري كم بيكون، لكن تسويقه خليجيا واضح أنه بحث عن كم مليون لا أكثر ولا أقل. طيب، وقع قبل قليل مدافع نادي الشباب الكوري كواك تي عقد انتقاله رسميا لنادي الهلال بعد مفاوضات لم تستمر لأكثر من 10 أيام، مدة العقد 1.5 سنة. رأيك في اللاعب الكوري؟ اللاعب الكوري يبدو لي لم يوفق مع الإدارة، مع فريق الشباب. ما وجهة نظري ما أشوف أنه اللاعب كان ظاهر، لكن كثير لاعب ممتاز جدا. اعتقد انه الغريب في الموضوع انه الرئيس خالد البلطان وسيد خالد البلطان خلص بسهوله عن كواك، بينما هو جاد وقوي في مفاوضات الهلاليه مع على حسن معاذ. المعادله هذه هي المعادله اللي انا ما استطعت، او اغلب الهلاليه ما استطاعوا الوصول لها، عناد او شبه اقرب الى العناد مع حسن في قضيه حسن معاذ وبسهوله. مره الموضوع مختلف محمد، كواك إلى الهلال ما أدري إيش ممكن. هل هو موضوع أنه خالد البلطان خلافه مع في بينه وبين حسن معاذ يعني خلافات معينة أو حسابات معينة، الله أعلم. لكن على مستوى الشخصي أو مستوى الفني كواك ما كان ظاهر بذاك المستوى مع ويمكن الشباب. هذا السبب، لكن هذا السبب أنا أتكلم أنه ما كان في ضغوط على البلطان في التنازل عن الكوري كواك. ليش؟ لأن الهلال بيشتري باقي مدة العقد مع نادي الشباب، وفي المقابل راح يكون الشباب وخالد البلطان يقدر أنه يجب لاعب بديل. لكن قناعة وعنده قناعة خالد البلطان أن اللاعب الكوري لم يعد له مكان في نادي الشباب، لكن قناعته بوجود حسن معاذ وإمكانية مقايضته بلاعب أو لاعبين على مستوى عالي من نادي الهلال هي اللي ممكن خلت خالد البلطان يتمسك إلى هذا الحد. ممكن من الجانب هذا، ممكن خالد البلطان حسب من هذه الزاوية. لكن أعتقد أنه من 3-4 سنوات وموضوع حسن معاذ في أخذ ورد مع الهلاليين، تبدأ المفاوضات ثم تنتهي عند نقطة مجهولة لا أحد يعلم. اللاعب يرغب في الهلال، الهلاليين يرغبوا في اللاعب ويحتاجوه، خالد البلطان يقف عند نقطة أنه لن ترحل. أجدها وأنا أرى أنها بطولة ممكن يحقق خالد البلطان، بطولة إعلامية على صعيد المفاوضات، على صعيد يحققها كل 3-4 سنوات خالد البلطان مع الهلاليين. يذهب لا يذهب هو يطلع بطل في المفاوضات، زخم إعلامي لا أكثر ولا أقل. هذا من تحليل الشخصي، بدأ في المفاوضات ثم تراجع. ممكن مع الضجة الإعلامية حول حسن معاذ ظهر فيها الأستاذ خالد البلطان أنه مفاوض شرس. ما هو مقتنع تماما، يبدو لي أنه مستحيل يفرط حسن معاذ. لكن بداية المفاوضات والانسحاب هو ظهور أنه أنا لي ممكن يعني يعلن للأندية ورؤساء الأندية أنا أترك من أريد وأحافظ عن من اللاعب الذي أرغب فيه لا أكثر ولا أقل. أتوقع هذا تحليل شخصي غير ملزوم فيه بمصداقية، ومجرد تحليل من بعيد على سير المفاوضات. ممكن تبرير للخروج ناصر الشمراني أمام الجماهير الشبابية أنه أنا أفرط في اللاعب الذي لا أرغب فيه، لكن اللاعب الذي أرغب فيه وأنا مصر عليه هو لاعب شبابي. فهو بدأ في المفاوضات وهو يعلم جيدا أنه لن يغادر حسن معاذ. هذا تحليل شخصي، ما طيب. لا أجزم بصحته.
طيب يعطيك العافية محمد، أثريتنا اليوم بتواجدك كالعادة. شكرا لك أخي تامر، وبالتوفيق. يعطيك العافية. كان معنا الزميل الصحفي بصحيفة الشرق الأستاذ محمد آل سلطان. نذكركم مباريات غدا الجولة 15 من دوري عبد اللطيف جميل، الشباب مع الشعلة في 3:15 عصرا، الفيصلي والتعاون في 23:00 عصرا، النهضة مع الفتح في 7:50 مساء. شكرا استماعكم، تصبحون على ألف خير.